في نشاط اليوم، نشاط جديد. سنتعرف عن بعض الأرقام سبق وأن رأيناها. لدي هنا في كل خانة مجموعة من الفواكه. إذا الخانة الأولى هنا لدي، ما هذه الفاكهة؟ فاكهة تفاح. جيد، إذا هيا نحسب معا كم عدد التفاح الموجود هنا. إذا لدينا 1 2 3، كم؟ 3. إذا سأكتب الرقم 3 في الخانة الموجودة أسفل. جيد، ننتقل الآن إلى الخانة الأخرى. لدي هنا مجموعة من ما هذه الفاكهة؟ نعم، موز. إذا كم الموز لدي هنا؟ 1 2 3 4 5. لدي 5، سأكتب 5 للأسفل. جيد، ننتبه معي هنا. قلنا أن للجمع رمز يكتب هكذا، رمز الجمع يسمى زائد. إذا 3 زائد 5، قلنا نحسب، نضع كل مجموعة في يد أو أحسب المجموعتين معا. إذا أضع هنا كما قلنا 3. إذا 3 هنا، ثم أضع 5 في يد الأخرى وأجمع الكل. إذا نحسب معا 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا 3 زائد 5 8، 3 زائد 5 8. نكتب الرقم 8. جيد، ننتقل الآن إلى المجموعة الأخرى أو عملية أخرى. إذا لدي هنا هذه الفاكهة، نعم، باللون البرتقالي، برتقالة. إذا كم البرتقالة لدي هنا؟ نحسب معا، هيا عدوا معي، 1 2 3 4 4. سأكتب هنا 4. جيد، وهنا ما هذه الفاكهة؟ فراولة. جيد، فراولة. إذا كم الفراولة هنا؟ نعم، 1 2 3 4 5. كم عدد الفراولة هنا؟ 5. إذا سأكتب الرقم 5. هيا نجمع بين المجموعتين معا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا لدي 9 يساوي 9. ننتقل الآن إلى المجموعة الأخرى. إذا لدي هنا ماذا تسمى هذه الفاكهة؟ كرز. جيد، إذا نحسب معي عدد حبات في الكرز، 1 2 3 4 5. كم لدي؟ 5. إذا سأكتب رقم 5. وهنا ما هذه الفاكهة؟ الجاصة. كم لدي؟ 1 فقط. إذا سأكتب الرقم 1. إذا 5 زائد 1 5. ماذا وراء 5؟ 5 6. إذا كم؟ 6. سأكتب 6 هنا. إذا حصلنا في الأخير على الرقم هنا، رقم 8، وهنا الرقم 9، وهنا الرقم 6. إلى اللقاء صغاري.